لا تحقر من المعروف شيء، افعل المعروف كله، أي معروف تعرفه اعرف افعل، أي معروف تعرفه افعل. وجدت علبة في الطريق تؤذي الناس، أمطها؟ يمكن يمكن. وجدت واحد يريد أن توصله، أوصله؟ يمكن. وجدت إنسان مكروب، فرج عنه فرج عنه. وجدت إنسان يحتاج منك أن تبتسم في وجهه، ابتسم. وجدت إنسان تستطيع أن تشفع له، اشفع. ركعتين في الضحى لا تحسب أنها هينة. زبيدة زوجة هارون الرشيد، أختم بهذه القصة، صنعت مشروع عظيم، مشروع عظيم جدا. أسقت الحجيج في منى، منى ما كان فيها سقيا، فعملت لهم عين طويلة لكي يسقى الحجيج، سميت عين زبيدة، معروفة بالتاريخ عين زبيدة. ماتت زبيدة رحمها الله، وما زالت موجودة، أنا لا أعرفها بس ما زالت موجودة، نعم ما يقولهم الإخوان، نعم. المهم رميت زبيدة رحمها الله في المنام، فقيل لها ما فعل الله بك؟ قالت غفر لي، غفر لي. فقيل لها بالعين التي عملتيها؟ قالت لا والله، العين وما العين، إنما بركعتين في جوف الليل كنت أحافظ عليها. شفت حاجة ما تتوقع، ركعتين في جوف الليل. أحد الدعاء رؤية في المنام، وهو داعية ومعروف، فقيل له ما فعل الله بك؟ فضحك، قال فوق فوق فوق. هكذا قيل بدعوتك؟ قال دعوتي إنما بريالات تصدقت بها. مات، سبحان الله، ما تعرف يا أخي. لا تحقر من المعروف شيء، افعل كل المعروف، كل وقت كل وقت تعرف فيه معروف تعمل يعمل اعمل، ما تخسر شيء، فإنك لا تعلم ما هو العمل الذي سيغفر لك به. يمكن ما ندري، يمكن ربنا غفور ولا ما هو غفور، شكور ولا ما هو شكور. أسأل الله أن يدخلنا بهذا المجلس الجنة، أسأل الله أن يدخلنا بهذا المجلس بالذات بفضله وكرمه وشكره الجنة.